المسيح رجاء الامم مقطع الفيديو اللي شفتوه على طبعا على الشاشه هو موجود في كل مكان موجود على الفيسبوك كمان وعلى كثير من السيطات عم بتشوفوا الشرطه بتقتحم كنيسه كبيره كنيسه مؤمنين في الجزائر وبطلعوا المؤمنين من داخل الكنيسه وطبعا في صور اخرى فيك تشوفها على موقع مسيحيون الجزائر سواء باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه، فيك تشوفها على اللغتين. بكل بساطه عم بفوتوا على الكنايس، اقتحام الكنايس، وهذا قانون جديد ابتدأ يصدر في الجزائر اللي عم بيعطوا طبعا تصريح لاغلاق هذه الكنائس، وطبعا بقولوا الكنيسة احنا جايين في هذا التاريخ وبيجوا فعلا بيطلعوا المؤمنين من داخل الكنيسة وبتشوف في صور تانية على الفيسبوك عم بسكروا الباب وعم بشمعوا يعني بحطوا شمع على الباب أو إغلاق بواسطة القوة الشرطة عن طريق طبعا وزارة الدفاع طبعا ما كانش هذا الأمر من عدة سنوات كان في بالجزائر تسامح تجاه الاديان الاخرى وتسامح للناس اللي عاوزه تعتنق ديانه اخرى وطبعا لا يخفى عليكم انه كان وما زال في نهضه عظيمه جدا في الجزائر عشرات اذا مش مئات الالاف من المسلمين اللي امنوا بيسوع المسيح وطبعا هاي الصوره صوره الاعتداء هي مش صورة غريبة عنا، فالجزائر شمال افريقيا كانت كلياتها دول مسيحية. في يوم من الايام اقتحموا هذه الاماكن باسم الدين وسفكت شلالات من انهار الدماء. هذه الاماكن اللي كانت تعتبر واحدة من مهد المسيحية اللي جاء منها اباء الكنيسة الاولين وكان فيها حضاره عظيمه جدا حضاره حضاره متميزه آه يعني تفوق حتى حضاراتنا اليوم في ايام البيزنطيين ولكن للاسف ظلم آه شقاء آه سيطرت على هذه البلاد في اسم الدين واليوم نفس الشيء عم نشوف انه عم بيقتحموا الكنائس وعم بسكروا هذه الكنائس فالمطلوب انه نرفع الجزائر بالصلاه انه يرجعوا يغيروا القانون ونصلي من اجل المؤمنين في الجزائر انه الرب يحامي عنهم ويدافع عنهم ومش بس كمان نصلي لهم نصلي من اجل تسديد الاحتياجات لانه كثير منهم بيضطروا انه يتركوا بيوتهم وقراهم وضياعهم حتى يروحوا الى اماكن اخرى وما عندهم الامكانيات انه يسددوا الاحتياجات